بسم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أرجو أن تفسروا الآية الكريمة في قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الوصية العاشرة من الوصايا العشر التي جاءت في سورة الأنعام، حينما قال تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه الأولى وهي النهي عن الشرك، والعاشرة هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما. أن هذا صراطي مستقيما، والصراط هو الطريق، والمراد به هنا الطريق الموصل إلى الله. قيل هو الإسلام، وقيل هو الرسول، وقيل هو القرآن، والكل حق، كل هذه صراط مستقيم. فاتبعوه، تمسكوا به وسيروا عليه، ولا تتبعوا السبل، لا تخرجوا عنه إلى السبل. هذا صراط، طريق واضح، والسبل متفرقة وخفية ومهلكة. لهذا قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هي سبل على كل واحد منها الشيطان، كما جاء في الحديث يدعو الناس إليه: فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. ذلكم أي لزوم الصراط المستقيم وصاكم به لعلكم تتقون، رجاء أن تتقوا الله سبحانه وتعالى، بأن تتخذوا بينكم وبينه وقاية من عذابه سبحانه وتعالى. والتقوى هي فعل ما أمر الله جل وعلا به رجاء الثواب، وترك ما نهى الله عنه خوف العقاب. هذه هي التقوى، سميت التقوى لأنها تقي من عذاب الله سبحانه وتعالى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم إذا سلكتم هذا الطريق تتقون الله عز وجل وتخافونه وترجونه. هذا مما وصانا الله جل وعلا به، وهي وصية سائرة إلى يوم القيامة. كل الخلق من نزول القرآن إلى يوم القيامة يجب أن يلتزموا هذه الوصية، وأن هذا صراطي مستقيما. نعم، أحسن الله.